السلام عليكم متابعين الكرام. سنتطرق لباب بطاقات جوجل بلاي مع طريقة حصرية وسهلة. سيكون لك مسابقة في هذا الفيديو على توزيع جوائز فري فاير من أهداء ودعم ديجيكام بلاس. هي شركة تونسية مختصة في بيع بطاقات الجيفت كارز. تجدون هذه الشركة في 47 نهج الحسين بوزيان بتونس، وسأضع لكم رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. طبعا الإعلان الفائز سيكون في الفيديو القادم، ولن تكون مشترك بالقناة من قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. أتمنى يصل الفيديو لأزيد من 500 لايك لأنه يستحق ذلك. ولن نترككم مع الفاصل التالي. إذن في بداية لقائي وقبل المرور إلى الشرح، أدعوكم للمشاركة في مسابقة على قناة لتوزيع جوائز فري فاير. طبعا جميع الشروط تجدون أسفل هذا الفيديو، والإعلان عن الفائزين سيكون في الفيديو القادم. طبعا هذا الفيديو من أهداء ودعم شركة ديجيكام بلاس. هي شركة تونسية مختصة في بيع بطاقات الجيفت كارز. تجدون هذه الشركة في 47 ناس حسين بوزيان بتونس. إذا لم تستطيعوا التواجد لهذه الشركة فإنهم يقبلون الدفع عبر البريد، كذلك البنك وطرق الدفع الأخرى التي تكون عن بعد. طبعا أصدقائي أتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو دعمنا بلايك لأنه يستحق ذلك، والإعلان عن الفائزين سيكون في الفيديو القادم. مباشرة أصدقائي نقوم بالتوجه إلى هذا التطبيق، طبعا جميع الروابط تجدون أسفل هذا الفيديو، ونقوم بالدخول إليه. إذا كما تشاهدون هذه واجهة التطبيق، وأعتذر مرة أخرى أصدقائي عن غيابي لمدة أسبوع لأنني واجهت عطل في الحاسوب وكذلك بعض مشاكل أخرى. طبعا كما تشاهدون هذه واجهة التطبيق، كل ما عليك صديقي التوجه إلى التطبيق والدخول إليه، ثم توجه إلى كلمة بروفايل هنا وتنقر على تاب تو لوجن، ثم تقوم بالتسجيل عبر الفيسبوك، تقوم بالسناب ويز فيسبوك، تقوم بالتسجيل ثم تنقر على هكذا. يعني تطبيق جميل جدا سيعجبك كثيرا، وطريقة الاشتغال سهلة جدا، وهو تطبيق صدق وموثوق مماثل لتطبيق ماني كيوب. الكثير منكم يعرف تطبيق ماني كيوب وبالتالي تطبيق صدق وموثوق. إذا كما تشاهدون أصدقائي، يعني بعد تسجيل حسابك مباشرة نقوم بالعودة إلى التطبيق. نقوم طبعا بالخروج من هذا الإعلان، نقوم بالتوجه إلى خانة الانفيتيشن هنا. طبعا هنا صديقي ستقوم بإدخال هذا الكود الذي سأضع لك بجانب هذا الفيديو لكي تظهر معك خانة السحب، لأنك بدون إدخال هذا الكود صديقي لن تظهر معك خانة السحب. يمكنك استعمال كود آخر إذا كان لديك أو لا تريد استعمال هذا الكود. ثم تنقر يا صديقي على دانك ما تشاهدون، ثم تنقر على جيت هي أمامك، ثم تنقر على كولكت. إذا كما تشاهدون أصدقائي سيعطيك بعض الكوينز مباشرة في يعني الحساب الخاص بك. طبعا يمكنك التوجه مباشرة إلى خانة ريديم كما تشاهدون أصدقائي، وأصبحت خانة السحب تشتغل معنا بنجاح. هي أمامكم صديقي. هنا طبعا ستقوم بتغيير البلد الذي تريده، مثلا الولايات المتحدة أو يعني يونايتد كينجدوم، يعني هي أمامك الولايات المتحدة. ثم هنا تقوم بإيجاد طبعا بطاقات الجوجل بلاي كما تشاهدون، بطاقات الجوجل بلاي متاحة. طبعا التطبيق مثل تطبيق ماني كيوب وطريقة الاشتغال سهلة جدا. الطريقة الأساسية للاشتغال، نقوم بالعودة هكذا هي أمامكم، نقوم بالدخول مباشرة إلى هذه الخانة كما تشاهدون، ننقر على ستار. إذا كما تشاهدون أصدقائي هنا تقوم بأخذ هذه يعني البطاقات للأرقام كما تشاهدون، وتقوم بتجميعها مع بعضها. إذا كما تشاهدون هي عبارة على لعبة لدمج الأرقام، تقوم دائما بدمج هذه الأرقام. انظر معي أصدقائي، طريقة سهلة جدا وستعجبكم. انظر معي، وكل مرة يتم إضافة يعني الكوينز في حسابك. انظر معي، يعني التطبيق مميز جدا، ما زال التطبيق جديد، فأتمنى أن تدعمونا بلايك لأنه يستحق ذلك. إذا مباشرة نقوم بتكرار نفس العملية. طبعا صديقي أنت في كل مرة تقوم بتكرار نفس هذه العملية، انظروا معي هكذا، هي طريقة سهلة جدا. انظروا معي ماذا سيحدث، سيتم إضافة الكوينز في حسابك مباشرة. انظروا معي أصدقائي، يعني تطبيق جميل جدا سيعجبكم كثيرا. انظروا معي طريقة الاشتغال، وهو تطبيق صادق وموثوق. الأهم من ذلك أن التطبيق صادق، وبالتالي يمكنك ربح بطاقات جوجل بلاي صديقي. انظر معي، تكرر نفس العملية في كل مرة هكذا، وهكذا هي طريقة الاشتغال. انظر معي، في كل مرة يتم إضافة الكوينز في حسابك. طبعا صديقي انت كل ما عليك تكرار نفس هذه العمليه. اذا كما تشاهدون اصدقائي هذه الطريقه الاساسيه. كل مره انت هنا يعني تصل الى ليفل معين، يعني عندما تصل الى الليفل الاول تقوم بعمل كوليكت وتجمع تلك النقاط ويتم اضافتها في حسابك كذلك مباشره. طبعا كما تشاهدون هنا بعض الادوات الاخرى التي تتيح لك يعني اللعب في هذا التطبيق. واصدقائي تطبيق مميز جدا سيعجبكم كثيرا. طبعا بالنسبه لطريقه الاشتغال الثانويه، وهي طريقه سهله جدا كذلك، نقوم تواجه لخانة الماجيك هناك مجدون تويست، ثم تنقر على تويست. انظر معي صديقي، وانت وحظك هناك كم سيعطيك. تنقر على كوليكت، او اذا اردت ان تحصل على ضعف تلك الارباح كل ما عليك مشاهدة الاعلان. ننقر على كوليكت. انظر معي اصدقائي تطبيق جميل جدا، ولديك 5 محاولات. طبعا يمكن لما اعتقد يعني يمكن تهكير هذا التطبيق، لكن اريد ان اشرح طريقة، البعض منكم سيطبق طريقة وتشتغل معه.
إذا أصدقائي كما تشاهدون هنا يعني تنقر على كوليكت في كل مرة ويعطيك الكوينز وتقوم بإضافتها في الحساب الخاص بك. أذكر مرة أخرى أن هذا التطبيق يعني ممثل تطبيق ماني كيوب، الكثير منكم يسمع بهذا التطبيق أو سمع عنه ويعرفه، وهو تطبيق صدق موثوق. هذا التطبيق من نفس الشركة صديقي، هو تطبيق جديد يمكنك الاستفادة منه. هناك مشاهدون بعض الأوفرز، انظروا معي هنا، هي الأوفرز، هنا بعض الأوفرز الأخرى، انظر معي عروض أخرى للتطبيقات طبعا ربحية يمكنك أن تستفيد منها، انظر معي. كذلك هنا صديقي تنقر على فريس تو تشيست، كما تشاهدون تنقر على كوليكت ويتم إضافة هذه النقاط. طبعا كما تشاهدون كل 15 دقيقة يعطيك كذلك، وهنا يمكنك مشاهدة بعض الفيديوهات، 5 فيديوهات، وتتحصل كذلك على الكثير من الكوينز في حسابك. انظر معي أصدقائي، تطبيق جميل جدا. طبعا هنا يطلب منك أن تقوم بعمل ريت له للتطبيق، يمكنك أن تجاوز هذه اللحظة. إذا كما تشاهدون أصدقائي هذا هو كل ما في الأمر، أتمنى التطبيق يعني لا أعجبكم. طبعا بالنسبة لخانة السحب أذكر مرة أخرى، تقوم بالتوجه لخانة ريديم، وهنا تقوم بسحب بطاقة الجوجل بلاي التي تريدها وتختار البلد. إذا أصدقائي وصلنا إلى الفيديو، أتمنى أن ينال أعجابكم، وأتمنى أن تبخوا علينا بضغطة لايك. ولنترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد من مدرسة الأرباح.